نبدأ كده. احنا عملنا المسمارين. هات شريط لحام، هات شريط لحام. انت ايدك عماله ترقص ليه؟ يا كابتن رفع. انت عمال تعمل كده يوري 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 يوري. صح؟ هتروح افصل كده. اصل انا شايف هنا انت عماله تعمل كده يوري يوري يوري. بص. كده احنا نمسك دي ونقعد بقى نعمل ايه زي الواد بتاع الفيلم بقى. نقعد نعمل كده. كده. كده وهي بقى نشوف بقى صح؟ طيب دول بيبقوا في الكهرباء ولا دي اللي بتبقى في الكهرباء وانا بعمل افلام دي؟ مش عارف. دي اللي بتبقى في الكهرباء. دي اللي بتبقى في الكهرباء؟ لا مش عارف. الاثنين. طب ما الكهرباء في كهرباء تعمل افلام. لازم يحضرنا في الحوار ده. ايه؟ احنا هنعمل زي ما الواد عمل في الفيديو. هتعمل ايه بقى؟ هنعمل تيست على اللمبه وهي شغاله. في الحمام الكهرباء بتبقى هنا ولا بتبقى جوه هنا؟ انت هتحط السلك فين؟ هنا. في الحديدات المكهربه دي. هو انت وصلت مش فاهم حاجه. وقف يا ابني الغني دي عشان كده احنا وصلت دول دلوقتي بسلك. انا مش ركزت عشان وعشان انت تمسك المسمارين دول. اهو هنغلفهم وما نطلعش غير البسبوز اللي هيتعمل منه اللي انت ماسكه ده. مش عازل اصلا ده عازل؟ ده عازل. بيعزل وخلاص. حاجه بتعزل. اصبر بس اعمل عرس المسمار كمان. اهو يا عم ده انا خبير. اصبر. انا شفت الفيديو ثلاث مرات. انا احكي لك القصه يا جيم. انا شفت الفيديو ثلاث مرات قلت ما بديهاش. انا لازم اصلح انا كمان عمل دي كده وخد عمل دي كده. دي كمان هنا بقى المشكله. هو وصلهم ببعضيهم يعني عشان يعمل قفله ولا هو كان موصلهم بالكهرباء واللمبات دي ما فيهاش كهرباء ولا اللمبات دي كان فيها كهرباء وانا قعدت اعمل قفله على الكهرباء نفسها؟ يعني انهي فيهم اللي اهو جرب توصل دي بالكهرباء بعد كده جرب دي بعد كده جرب الاثنين جرب الثلاث بقى. قشطه. طب يعني انا كده ماشي. ما انا بقى عشان اعمل كده هما دول كانوا متوصلين ببعض. اعمل كده وهم متوصلين ولا كده وهم في الكهرباء؟ ايوه يعني كده ولا كده يعني بقى ده اللي كده اول واحده كده. طب يبقى نقشرها بقى. وبتوصل دي في الكهرباء. ايوه. وبتوصل بقى دول في بعض كده في اللمبه عشان تنور. لا مؤاخذه ولا يهمك حبيبي. طلعت يابا ده انا اخرب لك الدنيا. هو استنى. ايه ده بقى كده؟ احنا وصلنا دول ببعض. حط يا يوسف في الكهرباء يا يوسف وهات اللمبه. انا صاحب الكهرباء. هات الكهرباء. ارفع المقص. يا هو عامل مقص العظيم اللي احنا فيه. ده مقص ده. حط الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بقى. طب امسك لنا انت اللمبه يا جيمي علشان امسك الكهرباء. اسند لي. تعالى يا يوسف. امسك يوسف من البلاستيك. يوسف من هنا. امسك من البلاستيك. ابعد عنه سيبني تمسك. ايوه كده. انا بقى ايه؟ طب لا 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 يا عم اصبر يا حبيبي. اصبر والله هرميها. طب اصبر. لا 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 يا عم لا هديك حقنه. فكيتهم. هو المفروض ايه؟ حمود اما انت عمال ترقص البتاع بايدك سابق ايدك. انت حكيتهم. طب تعالى يا ريت يا كهربني. طب استنى هات الستاند يا عم وحط فيه الكاميرا كده. ودلوقتي يا جيمي احضرنا ودلوقتي وقت التجربه. هنعمل ايه؟ ايه بقى؟ بص يا سيدي. بص انت اطلع مبني بالله. مش شايفين حاجه بس ان هو بيسجل. طيب كده احنا هنجيب اللمبه ونعملها كده اهي. هنحط فيها الكهرباء ونبدا نحط المصابير دي. نقعد بقى نثبت بيها زي ما شفتوا في الفيديو ونحط دي في الكهرباء. اتفضل امسك يا عم. استنى ما نشمر تاني يوسف. لو انفجرت تجروا يا جدعان. امسك كده بس ما تلمس. حط في الكهرباء كده. احنا نورناها اهو. نعمل بقى زي ما شفنا في الفيديو. امسك. انا اللي هحط. امسك انت دي. طب يا جيمي امسك لنا دي بعد اذنك بس يعني خليها كده عشان انا هعرف احط البتوع. ما بهرجش والله. امسك لنا البتاع. مش همسك الكهرباء انا عايزها الكهرباء. طب بس نسندها على ايه يا جماعه عشان تبقى كده؟ امسك انت يا يوسف. بابا طب بس 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 بس
مش هتموت من تصحى. بس انا دي مبلوله بقى. لا 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 طالما عرقانه خالص دفيت في ايدك يد ولا ايه؟ لا والله. طب خلاص خلاص ماسك اللبس ساعتها. بس لقيتها لقيتها لقيتها. هنحط دي كده على الزعبوله دي كده اهي. بتاع مش جاي عليه بس جاي مش هشوفه. ثانيه ماسك التليفون. ابني وشي دي بس خلي بالك. لا بعد اذنك ماسك خف. ما انت لو سبته وهو مشعر هقعد اتنطط انا. هو انا اهو. ايوه يا زميلي كده جت. وبكده هنعمل التجربه الفاشله. حلوه امسك دي بقى اسندها بقى اهو كده بقى مفيش مشاكل. ايوه وبكده هنجيب المسمارين. اول ما احفر حابه اشيل التليفون واجي عشان انا استنى بالتليفون اطلع اجري. يا عم استنى بقى استنى دقيقه وانا هرمي البتاع دي واجري. يا جماعه استنى لما نعمل التجربه ونسيب بابا ونجري. الله نهاركوا ابيض. اسمه رياض ازاي بت... نورت. اتصدق طلع كلامهم صح؟ ما عملتش حاجه بس دول كده كل واحده لوحدها مش بيوصلهم في بعض. طب جرب توصلهم. طب استنى ما نحط في واحده ثانيه. جرب توصلهم وهم محطوطين في البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بجد اه اهي سبحان الله اهي زي ما كانوا بيعملوا. طب كده كله بينور. امر النص قال لك اللي مش هتنور يبقى اللي بايظه اهي. يبقى دي اللي بايظه اهي. الله. طب ما هو كده ما اديتش برضو. لا البدايه تبقى دي اللي بايظه. يا عم استنى يا عم. يا عم كده تبقى دي محروقه خالص. ربا ما هم ما بيطلعش نور. جرب توصلهم. يبقى خلاص عشيل. لازم توصلهم في بعض. اوصلهم في بعض. اه تصدق هتوصلهم في بعض هم بره. اصبر يا يوسف وانا هتحط السنين بتوع المسمار في دي وتوصل الكهرباء في بعض اهو. امسك كده احنا وصلنا السلكتين وعليه العوض. ونيجي بقى ايه احنا كنا فين يا ابني؟ حطه في اي واحده. نار اسود في اي واحده وتضرب تنفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اه اللي جاي جيمي دي كان في موبايل. يا جيمي دي وي عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. البتاع دي بتشتغلنا. يبقى دي خربانه. الفكره دي فاشله ما حدش يصلح ال لا لما نجرب كل اللمب. طب استنى هات لمبه ثانيه نشوف بقى هنعمل ايه. انا حاسس ان الامل جاي يا جماعه. هنصلح واحده ثانيه. ده على السن الاولانيه اتصلحت. دي بولتها اتخلعت. نور اسود. دي خلاص ماتت. دي بولتها اتخلعت. خلاص ماتت دي خلاص. خد شوف لنا واحدة تانية. شوف لنا كبيرة. هات واحدة تانية. ايه ده؟ ما لقيتش أكبر من دي. ده في واحدة على الأرض. وأحسن انفجار. يا ودي استنى. ايه ده؟ أهي دي بقى محتاجة حد ينورها بسرعة. أهو نربط المسمارين دول ونعمل زي ما الواد قال بالظبط في الفيديو. امسك يا ابني. أنا مالك أبويا. أهو. ما توقع دماغك شوية. دماغك كبيرة. أهي دماغك كبيرة أوي سدت الكاميرا والنور. نار اسوح. دي خربانة. ما بتعملش حاجة. حطها في النص أو حطها في المسمارين دول. وتنفجر. لا لا ما انفجرتش. نورت يالا. اه بس ضبط. لو انا ضرب الكهرباء لحد هنا. ضرب شراره. وانت جريت مني ليه؟ انت جري. يوي الكاميرا مش شافتش الانفجار. استنى انزل تحت شويه. استنى ارجعها. بس كده بس. يا واد نورت. اعمل في نفس الواحده تاني. ما انا مش فاكرها. استنى اوريها لك. ما تشوف الكهرباء فيها كهرباء. اوعى بقى اوعى بس. موت. استنى يا ديك بترقص ليه؟ طب استنى. ايوه ايوه. اوه حط واحده من اللي فوق. يا واد استنى هي نورت. فيها استنى. امل. فيها امل انها تنور. انت كنت ماسكها كده الاول صح يا يوسف؟ اه امسكها بقى كده. نار اسوح. امسك. اثبت بقى. في واحدة هي بتنور وقفلت دي. طب اوعى بقى ايدك، اوعى دماغك يا يوسف. حطه في واحدة تانية. اللي جنبها دي شكلها شكلها. ايوه دي كرف دي.
واحدة واحدة. ما تيجي تمسك يا زمير. جرب كده في الحديدتين في المسمارين دول. لا مش فاكر. جرب بس. يلا يوه. ايوه ايوه. ايه يلا اشتغل بقى. ياه ما اعرفش انا زهقت بقى عايز ارتاح شويه. هات انا اجرب. لا لا بدون تكار يا سمير اخاف عليك يا صاحبي. ايوه انا حاسس ان دول بينوروا بالروح اللي كان دول. طب خلاص هات العلاقه عايزين نعرف نروح بيه سر المينا. شفت الراجل اللي بيسال الحمض اللي بره ده؟ اه لازم نطلع نراقبه ونفضل نقف ورا العربيات نفضل نراقبه بيصلحهم ازاي وناخد الفيك. نقف ورا العربيات نراقبه. ايوه من الواضح ان اللمبه كلها محروقه ومفيش حاجه سليمه في اللمبه دي او ان الفكره دي فاشله. هنجرب الثالثه والاخيره علشان بقى ايه نعلن فشلنا في تصليح اللمبات زي ما الفيديوهات بتعمل بالظبط كده. كده اسمه هلس. بام 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 ادي بقى امسك امسك اهي دي طايره صح. اه ودي طايره. بتعملش يا عم حاجه يا عم ما بتشتغلش. سبحان الله. يا عم الحاج كل مره اللمبه اللي عامل فيها كده بتتعرف في الاخر. وانا نضرب جامد قوي. المشكله انهم بيدوروا ويجروا يوقعوا في الارض يتحرقوا. فاهم حاجه؟ يصلحوا ويتخبوا خالص. لا شغاله دي شغاله. شغاله دي شغاله ونورت في عيني. سبحان الله هنرجع ندور على نفس. هي راحت فين البتاع؟ ما اعرفش كان انه واحده. ما اعرفش. يا دي النيله السوخه. ما انت كل مره تجري بوظ لنا الدنيا. خلاص مش اجري. ما تجريش ارجوك. هاخدها معايا واجري. يا عم بقى اوعى دماغك. اهو. لا كانت دي. انا ما خلاص انسى الامر. اه داهت. داهت مني. كان هنا كان في الجنب ده. ايوه كان في الجنب ده. لا ارجع لورا انزل تحت. يا جيمي يا جيمي انا في حوار ابني وسخه. ازاي دي يا ابو ازاي دي؟ ايوه انا كنت شفت عيني ولا ما شفتش؟ انا ما شفتش. هات الثاني هات الثاني وريني. خش يمين خش يمين. برضه تحت منكم انتوا ما عملتوش. ايوه كان دي. لا كان اللي جنبها اللي جنبها. ما رحتش بعيد كده. اللي خليتها تنور خالص كان تحت هنا على اليمين هنا عند المربعات اللي على اليمين تحت في النص. بص نور هنا. ايوه هنا اهو. ايه ده أهو. ايه ده دي اشتغلت اهو. هو ده اللي بقول لك عليه من ساعتها. الله هي دي زي ما تفضل كده طول العمر بقى. طب استنى انا عرفتها. يبقى حط الزق ال دي لا استنى. اه عيني اعمل عليها علامه. اعمل عليها علامه يا جيبي. وريني كده. ايه شيل شيل شيل. ما بشوفش حاجه بعد ما اشيل. لما اشيل انا مش شايف كويس يعني. هو ايوه عرفناها يا زميلي. ودلوقتي هنعمل فيها الخطه اللي شفناها في الفيديو. اوعى لما بتنور في عيني برجع ما بشوفها. اه يا لهوي ده انا مشيت من اللمبه دي. انا شايف المربعات دي كلها. مش شايف حاجه. انا مش شايف. طب اديني شويه. طب اشوف وبعد كده نكمل عشان انا كده مش شايف بجد. ايوه